خير لكل مشاهدينا. اليوم عندنا أخبار كمان متنوعة مثل العادة. رح أبلش بأول خبرية بتحكي عن التليفونات والكيسز، بالتحديد هني هالكيس للتليفون. كل مرة عندنا أفكار جديدة بنشوفها سوا وأشياء جديدة شوي متطورة، يعني أشياء ما فكرنا فيها أنه معقولة غطاء أو هالكيس اللي التليفون عم يقعد فيه مثلا بيقدر يكون هو السبراي تبع البيبر سبراي لحتى إذا واحد عم يعتدي علينا، أو في يكون هو حتى حالة بيشبه حالة ديفايس متعلقة بالفتنس. اليوم مع ديفايس جديدة أو مع فكرة جديدة للكيس اللي هي نايت فيجن. نايت فيجن هلأ بالوقت الحاضر موجودة هذا الكيس للآيفون آيفون 6. الأفانتاج الكبير اللي فيه أنه لو قد ما كان عتمة بيتش بلاك 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 ما شايفين شيء بالمرة، فينا نصور وفينا نشوف صورة. أكيد صورة ما رح تكون كتير واضحة، بس فكرة هالكيس هي نفس الشيء مثل فكرة الكاميرات السي سي تي في اللي منشوفها ريكبي يمكن بكل المطارح للمراقبة. بونجور. فهذه فكرة الكيس رائعة، لأنه بالنهاية عندك عم تستعمل الكاميرا بقلب الكيس، الكيس فيها بطارية لحالة مستقلة. بس ما في فلاش لتبين الصورة؟ لا 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 ما في هيدا التلميعة الفلاش بالليل؟ في ال LED على الدائرة، إذا شفتي في 8 LED حول الكاميرا، وهي الكاميرا هي النقطة النصانية بالتحديد. يعني ما عم نستعمل كاميرا التليفون، عم نستعمل الكاميرا الموجودة بالكيس. أوكي. مثل ما قلت لك الكيس كمان فيها بطارية، وهالبطارية مستقلة. وإذا بدنا نحن تنعتبر ما عم نستعمل هالكاميرا، فينا نستعمل البطارية لنشرج التليفون منها. حلو كتير. فهيك استعمالها يعني متعدد الاستعمالات. متعدد وما بيزيد كتير على وزن أو حجم التليفون. بس الحلو إنه بقشعي مزبوط نايت فيجن نايت فيجن، يعني قد ما يكون بلاك المحل، هدول الـ LED هن شو بيعملوا؟ كل شخص أو كل أوبجيكت أو شيء بيعمل بيصدر حرارة، هالحرارة بتقشعها الكاميرا. هون عم نشوف بكمبليتلي بلاك كيف صورة، كيف بتطلع الصورة مهضومة. هلا بتطلع شوي أكيد ما فيها ألوان مثل ما بنشوفه عادة، كأنه مرسومة. كأنه يعني مرسومة صحيح مهضومة. والفكرة كمان أنه عندك توصل تقريبا ل 9 أمتار، فيك دلك عم تقدر تصوري أو تشوفي بهالكاميرا. صحيح كتير من مش هينة، مش هينة 9 أمتار. صح صح. سو وفيها شغلة كمان كتير حلوة، إذا عندك بيبي وأنتوا عند حدا والبيبي فات ينام، فيك تشيل الكيس تحطيها بالأوضة حد البيبي بتصير مراقبة as a monitor. واو. فلأنه هي كمان مثل ما عم بقول لك هي مسألة عن الكاميرا، عن 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 التليفون، والتليفون رح يكون هو المونيتور تبعك اللي بتشوفه من خلال شو عم بيصير. كتير عملية. سو مهضوم كتير الفكرة، ورح تكون بالأسواق كمان مش كتير طويلة خبريتها، بس حكون سعرها تقريبا حوالي ال $150. خلينا نتفق على شغلة، مش كتير طويلة خبريتها يعني ايمتى؟ يعني بأول كوارتر من سنة الجاي. شو بحتاج؟ ما مشان هيك، ما هن اوريدي كمان ما كتير، لأنه أكترية الأيتمز شو بيصير؟ بحطون على سايت اسمه كيك ستارتر، بيجمعوا فند لإلهم تيبلشوا البرودكشن. بيعلنون قبل ما يقدروا يمشون. صحيح. صحيح لحتى يجمعوا المصاري ويعملوا البرودكشن. إذا هيك لكن فهمنا. هلا أني صاروا واصلين لمرحلة كتير متقدمة بي، إذا فينا نقول تجميع المصاري للإنتاج، مشان هيك ما بقى بدها كتير. قايلين بي أول كوارتر، يعني عنا أول 4 أشهر من سنة جي. يلا نحن ناطرين قريبا، ما عنا شي مش تالت. نويل مش رح نستعجل على هيك أمور 100%. تذكر خبرتك عن الكوفي ماشين؟ طبعاً. كوفي ماشين هلأ بهاللحظة وقتها. هلأ وقتها عظيم. هيدي أفانتاجها شو؟ إن أول شيء بورتبل. أوكي. تاخديها معك محل ما بديك. بلس فيري راجد. هلأ رح فرجيكي صورة رح تتفاجأ قديش قوية هالكوفي ماشين. وبلس أكس اسمه؟ الكونتينر تبعها أو الجالون الماي تبعها هو من الأكبر الموجود حاليا مع حيال هو 2.6 liters، so هو الأكبر بالوقت الحاضر. كمان زيادة إنه إذا بتشوفي توشات تبعولها هن شوي هيك مسطحين لحتى ما ينكسروا، شوفي فعليا غبرة ليه؟ لأنه shock proof, dust proof, water proof, all kinds of proof. حلو. كتير مهمة وكتير قوية. شوفي قديش قوية هذا جيب حاطينه على هالكوفي ماشين.
مش معقول. سو هي بالمبدا لازم تكون عندي بالبيت فانجي. انا كثير بيروح حدر بالتكسير توقع ما بيصير لها شيء شو ما كان. يعني فينا نقول للعمال اللي بيشتغلوا برا برات يعني مش بقلب بورشه او بمكان يعني خارجي صحيح. حتى للكامبينج كثير منيحه ففيك تاخذيها معك محل ما بدك. حجمها صغير وزنها 5 كيلو بلا الميات اللي فيها. وفيك هو الوزن اللي تقيل هو 5 كيلو. لا مش كثير. هلا بالنسبه لغير شوفي الدمبلز فوق قد ايه 5 كيلو. عرفت فهماني عليك. هلا بينبسط فينا امين بس بس انه هي كماشين يعني مع المي رح بتزيد شوي بس صح. اللي بيبرر هالشيء هو القوه اللي عندها اياها صحيح. بذات الوقت كمان فيك تاخذي منها مي سخنه بدون ما يكون عم تنزلي كافي مستقله لحال. يعني اذا بدك تعملي شيء ثاني ما عندك اي مشكله تنزلي مي سخنه هي لحال. بس للقهوه او ممكن يكون في كذا نوع يعني. لا هي قهوه أوكي. ومي سخنه حلو كثير مش غلط ابدا. مش حلو غلط ولونها حلو. بس رح احكي سريعا عن رح احكي سريعا عن هيدا الايتم. هيدا الايتم هي فكره كثير جديده. هي كايند اوف فيلم كثير رقيق كثير صغير. اتس نانو تيوب مسمينه لحتى ينحط بشبكه او محل شبكه العين. وهلا عم بيعملوا دراسات هيدي شوي بدها وقت. عم بيعملوا دراسات انه تصير كومباتبل مع هال العين مع الاعصاب العين وتصير تحتي نتيجه كثير منيحه. يعني الشخص اللي حتى الاعمى يمكن يصير يقدر يقشع. هون بعدهم عم بيعملوا تجارب عليها لانه عم بيجربوا الضوء وعلى الضوء مش حال. عملوا سيميوليشن مع الضوء وكانت هالسيميوليشن كانت بوزيتيف. خي يعني قد ايه الشغله ممكن تفيد فادي صحيح. وقد ايه هالشغله ممكن بالفعل يعني تغير حياه ناس. ان شاء الله تزبط ان شاء الله يتكمل 100%. هلا الافانتاج او فينا نقول العدد الكبير من العالم بامريكا عندهم مشاكل بالنظر. نعم. فهيدي هون لتصحح المشاكل لحتى بالنهايه هي شبكه عين اهم شيء هي اللي بتقرا كل شيء نحن بنشوفه. على كل نحن دائما هيك بننبسط بالايتمز اللي بتنقي لنا اياهم فادي ويلي بيكونوا لهم علاقه بالصحه فادي. شكرا لك. رح ننتقل هلا لنشوف مع كريستال اجواء الفلك لليوم. كريستال بونجور. بونجور كيفك اليوم؟ منيحه انت؟ انا منيحه. انت كيفك؟ يعني انت كيفك مع اجواء الفلك؟ منيح اليوم. برجك وبرج فادي وبرجك كمان كثير منيح. ما انت وفادي مثل بعض على كل نحن رح ننترك بأوروسكوب ولكن رح ناخذ بريك قصير ومنرجع.